بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بدأنا بالحديث حول سورة ما ورد في سورة الواقع. طبعا أشرنا إلى أن هذه السورة من السور التي تم تأكيد عليها على ضرورة قراءتها، وهي عادة كما هو وارد تقرأ في نافلة العشاء في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، يستحب قراءة سورة الواقعة طبعا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية طبعا سورة التوحيد بعد الفاتحة. وهذه السورة كما أشرنا هي من السور المكية التي نزلت في مكة المكرمة. عادة السور المكية تركز على الجانب العقيدي، تركز على هذا الجانب لأنه الدين جاء في بدايته ليركز في الإنسان عقائده، وبعدين صار يحكي له بالتشريعات، لأن التشريعات لابد أن تبنى على عقيدة ثابتة. ولذلك كان تركيز طوال 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وآله في مكة على الجانب العقيدي، وهذا ما نزلت به الآيات القرآنية والصور التي أشرنا إلى أكثرها. تبدأ هذه السورة بالقول إذا وقعت الواقع، يعني تشير إلى أنه سيقع هذا اليوم الذي توعد الله فيه الناس بمصيرهم الأسود إنهم أساءوا إلى علاقتهم به، وبالمصير الذي كانوا يطمحون إليه إنهم أحسنوا. إذا وقعت الواقع ستقع، يعني فيها إشارة إلى أن يوم القيامة هذا أمر حتمي، الواقع ستقع. كل الأمور التي تحدث الله عنها عندما أشار إلى يوم القيامة، كل هذه الأمور ستقع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في إطار التأكيد على وقوع هذا اليوم، ليس لوقعتها كاذب، لا يمكن أن يكون هناك أي مجال لتكذيب حصول هذا اليوم، ما في مجال، ما في مجال، طبعا لأنه الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك، القرآن الكريم أشار إلى ذلك، الأحاديث أشارت إلى ذلك، وأيضا المنطق يقول أنه لا بد أن يكون هناك يوم يحاسب فيه الناس. ما معقول الذين أساءوا والذين استكبروا والذين أجرموا يموتوا، وبنفس الوقت يموتوا الذين عملوا خيرا وكانوا مثال في الأخلاق ومثال في حسن العلاقة بالناس، يموتون وخلص تنتهي القضية. لابد أن يكرم الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا لأنفسهم وللناس، ولابد أن يعاقب هؤلاء، لأنه إذا حدا بيقول والله العقاب بالدنيا، لا، ما عم نشوف أنه الذين يملكون المواقع العلى ما عم يعاقبوا، الذين يفسدون غالبا لأنهم يمتلكون المال أو يمتلكون السلطة عادة لا يحاسبون. لذلك لابد من وجود يوم ليحاسب فيه الناس، وهذا منطق من عدالة الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك اليوم. يعني بعيدا عن النص الديني وكل ما أشار به الله، المنطق العقلي بيقول ما ممكن أن كل الناس تموت، اللي عمل منيح يموت وتنتهي القضية، واللي ما عمل منيح كمان تنتهي القضية عنده. لا، لابد أن اللي عمل منيح يكرم من الله سبحانه وتعالى، واللي ما عمل منيح لابد أن يعاقب، على هالأساس في جنة وعلى أساس في ذلك في نار. هلا بعدين وين الرحمة تنزل، هذا أمر يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا مجال لأن يكذب بهذا اليوم، لأجل الدلائل التي تدل عليه، سواء كان دلائل على مستوى عقلي منطقي أو دلائل على مستوى النص. أيضا الآثار التي سوف تسبق يوم القيامة تشير إلى
إلى ذلك اليوم هي تدل عليه، لأنه إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت، يعني كل هالأحداث التي تعني انتهاء هذا النظام الكوني كلها تشير أنه في شيء، في حدث سيحصل من وراء ذلك. هذا الحدث هو سيكون يوم القيامة. ثم الله سبحانه وتعالى يقول خافضة رافعة، يعني هذه الواقعة يوم القيامة سوف يؤدي إلى أن يرفع الله فيه الذين آمنوا، الذين أحسنوا العمل، وسوف يسقط هؤلاء الذين استكبروا. وين مصير هؤلاء الذين ظلموا؟ سوف يذلون عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ودائما نقرأ سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في طبعا إشارة إلى الأمر، أنه إشارة إلى ذلك الأمر في حديث يقول أنه عن الإمام زين العابدين أنها خافضة، بمعنى أنها سوف تخفض من موقع أعداء الله في النار، وسوف ترفع أولياء الله في الجنة. ثم بعد ذلك يشير الله سبحانه وتعالى إلى الحوادث التي سوف تسبق يوم القيامة. إذا رجت الأرض رجا، كلمة رجت هي تعني التحرك الشديد للشيء، هي أساس معناه لما يتحرك الشيء بشدة يقال رج، في ارتجاج، تحرك شديد، مش تحرك عادي وبسيط. طبعا هنا إشارة إلى الزلازل التي سوف تحدث قبيل يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وبست الجبال بسا، بست هي تعني من البس يعني تليين الطحين وعجنه بالماء، يعني الطحين بتلين، الطحين هو جامد بتلين من خلال وعجنه، طبعا هذا كيف يحصل؟ بالماء، يعني تصبح الجبال عجين. هاي الجبال اللي الآن نراها ضخمة عالية، فهذه كل هذه الجبال التي نراها الآن أمامنا سوف تتلاشى وتندك. وإذا الجبال نصفت وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مثل الصوف الذي يكون منفوش هيك، فكانت هباء منثورا. أيضا الجبال يعني تتحول الجبال إلى كما أشار الله بعد ذلك، فكانت هباء منبثا. هباء تعني الغبار، تصبح مثل الغبار الذي ينتشر في الفضاء، هذا يسمى بالهباء. فإذا في هناك زلزال عظيم، هناك تلاش للجبال مع ما لها من الصلابة بحيث تتحول إلى غبار منتشر. والأعظم هو شدة الصوت الذي سوف ينتج عن هذا الانفجار الرهيب ليحصل. بعد ذلك يستعرض القرآن الكريم حال الناس في ذلك اليوم في ثلاث أصناف الناس: وكنتم أزواجا ثلاثة. كلمة أزواج إشارة إلى أصناف، مش كلمة الزوج عادة تعني الرجل والمرأة، لا، الزوج تعني الصنف. وكنتم أصنافا ثلاثة، يعني سوف تنقسمون في ذلك اليوم إلى أصناف ثلاثة. من هم هؤلاء الأصناف؟ فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ تدرون ما من هؤلاء؟ ما أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة إشارة إلى هؤلاء الذين سوف يعطون كتابهم بأيمانهم، يعني هؤلاء يعطون باليمين، علامة أنهم
سوف يسكنون في الجنة. يعني اللي بده يوصل للجنة يعطى الكتاب، كتابه بيمينه، اللي سوف يصل إلى النار يعطى كتابه بشماله. فهؤلاء، فإذا أصحاب الميمنة يعني هم الذين يعطون كتاب أعمالهم بأيديهم اليمنى، وهذا رمز للنجاة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إذن إشارة إلى هذا المضمون، أنه إشارة إلى أولئك الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. في رأي يقال الميمنة من اليمن، يعني السعادة، يعني أصحاب الميمنة هم السعداء في ذلك اليوم، نتيجة أنهم سوف يكونون في الجنة بطبيعة الحال. واحد نجح بالامتحان، وأي امتحان هو هذا الامتحان لأوصله إلى أن يكون في الجنة، فهم طائفة السعداء الذين هم يسعدون. أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ أتدرون من هؤلاء؟ ما أصحاب، يعني في إشارة إلى أهمية الحديث عن هؤلاء. المشأمة من الشؤم، من التعاسة، لأن هؤلاء سوف يكونوا تعيسين، هم سوف يقدمون على النار. وأي تعاسة أكبر من هالتعاسة؟ يعني بالدنيا يمكن واحد يعاني بالحياة، لكن بالنهاية سوف تنتهي هذه المعاناة، لكن بالآخرة إذا واحد بده يوصل للنار مين بده ينجيه بعد ذلك؟ ما كل ما عمله أدى به إلى ما وصل إليه. وأيضا في هناك من قال المشأمة إشارة إلى أولئك الذين يعطون كتبهم بشمالهم، ولهذا نحن لما نغسل يدنا اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، لما نغسل يدنا اليسرى شو بنقول؟ اللهم لا تعطني كتابي بشماله. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت ما وجدت بها الحياة. ثم هذا الصنف، إذا في صنف هؤلاء أصحاب الميمنة، صنف أصحاب المشأمة، والصنف الثالث اللي لابد أن يسعى إليه الإنسان أن يكون عليه، والسابقون السابقون أولئك المقربون الذين هم يقربون عند الله سبحانه وتعالى. طبعا السابقون، من هم السابقون؟ سابقون في الإيمان، سبقوا الناس في الإيمان، يعني كان أول الناس إيمان، هؤلاء هم السابقون. أيضا الذين يسبقون في أعمال الخير، في ناس بينتظر غيره بيقدم، بيروحوا بيقدم بعد ما غيره، بيشوف غيره قدم فبيقول لك أنا بدي أقدم، ليش غيري أحسن مني أنا بدي أقدم. هذا بالسابق، السابق الأول اللي بلش هو فتح الباب، من سن سنة حسنة هو بدأ الطريق إلى ذلك. كمان اللي هو السابقون يتطلق على أولئك الذين يسبقون غيرهم إلى الصلاة، يعني ما بيصلي آخر الوقت، أول وقت بيحاول يكون حريص على أن يكون من السابقين إلى الصلاة، مش مثل غيره يلا 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 وآخر شغله الصلاة، لا، تكون من الأولويات. ودائما يقول واحد لازم يحط إذا عنده هيك برنامج عمل يومي، يكتب من برنامج العمل وقت الصلاة، قديش وقت الصلاة؟ بيقول وقت الصلاة كذا، ويعتبروا هذا وقت مقدس، مش مثل بعض الناس آخر ما يخلص أشغاله وأعماله، أو المرأة حتى آخر ما تقوم بشؤون بيتها آخر شيء، لا، هذا أمر أساسي. يمكن مرات في الأمر يمكن فيه شوية تعب، لكن يكون واحد من أولئك الذين يسبقون. كمان تطلق على الذين يسبقون غيرهم إلى صلاة الجماعة، طبعا إذا توفرت لهم الظروف بتلاقيه سباق، يعني مش أنه بيجي آخر الناس، بيجي أول. دليل اهتمام السبق، لما أنا بسبق غيري يعني معناته أنا مهتم بهذا الأمر، فهذا يجعل الإنسان في ذلك. أيضا إلى التوبة، مرات واحد بيسبق غيره بالتوبة، بعض الناس بيتوب بعد ما آخر عمره، في ناس لا، بمجرد ما أن يحدث منه
معصية تحدث منه معصية بتلاقيه سارع إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة ذنب كبير أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعني دائما يبادرون إلى التوبة. أيضا للهجرة في كان مثلا واحد يهاجر، طبعا لما اقتضى الأمر أن يهاجر المسلمون في ناس آخر شيء هاجروا، في ناس لا كانوا في البداية، وعادة واحد بالبداية بيكون الأمر أصعب من بعدين يعني عادة الأمور. وهكذا بالجهاد مثلا، وسباق يدعى إلى الجهاد تلاقيه دغري حمل سلاحه وبادر إلى أو أعد نفسه وذهب إلى الجهاد. وهكذا هاي طبعا الآية فسرت يعني فسرت بأربع أشخاص طبعا، بس هي تطبيق مش معناتها أنه مختصة بهؤلاء. طبعا فسرت بهابيل اللي هو كان سباق إلى الإيمان طبعا غير قابيل، وأيضا ذكرت في مؤمن آل فرعون اللي كان ببيت فرعون وكان مؤمن آل فرعون يخفي إيمانه حتى يعني طبعا يحمي آنذاك النبي موسى عليه السلام من أن يتعرض للسوء. كمان حبيب النجار اللي هو طبعا اللي تحدثت عنه سورة ياسين، هو لما شعر أن هناك ثلاثة من الرسل باتوا يتعرضون للخطر ترك كل شغله وكل أموره وجاء من أقصى المدينة يسعى وسعى من أجل أن ينجد هؤلاء. وكمان طبعا تذكر هذه بأمير المؤمنين اللي طبعا كان سباق كان أول الناس إسلاما. طبعا مثل ما أن هؤلاء مظاهر لسواء لا مش معناتها هؤلاء في ممكن كتار من الناس كمان يصيروا بمواقعهم بالفترة الزمنية اللي هم عليها يكونون من السابقين. النبي صلى الله عليه وآله كمان أشار إلى صورة هؤلاء بتفاصيل أخلاقيتهم. أتدرون من هم هؤلاء الذين سماهم الله السابقون؟ قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، يعني لما يقدم إليهم الحق بيقبلوه حتى لو كان على حسابه. وإذا سألوه بدلوا يعني مستعدين يقدموا من أنفسهم لأجل الحق حتى لو كان هذا الأمر بيخسرهم. وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم، مش الأشياء اللي لأنفسهم هيك مميزة وللناس عادي مثل بعض الناس. إذا بده يعطي خير بيعطي أدنى الشيء، لا، يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم ويكرهون للناس ما يكرهون لأنفسهم. وفسرت أيضا بالأنبياء لأن الأنبياء كانوا سباقين بمجتمعاته، أكيد النبي محمد هو السباق الأساس، هو أول من دعي إلى الإسلام وأسلم، نبي موسى عليه السلام وعيسى وكل الأنبياء. ثم الله يتحدث السابقون وين هولي وين موقعهم؟ في جنات النعيم. هؤلاء سيكونون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة هي إشارة تعني باللغة العربية هي قطعة مجتمعة من الصوف، يعني القطعة يعني إشارة إلى المجموعة المتكاملة مجموعة. فهناك جماعة كبيرة طبعا من الأمم السابقة، لأنه إذا بنحسب كل نبي قديش عنده كان الناس اللي ساروا معه بيسمعوا عدد كبير. وقليل من الآخرين طبعا إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بمرحلته كانوا بعدهم جماعة قليلة، لأنه نزلت الآية ولا زال المسلمون في مكة ما كانوا عدد كبير. هناك من قال ثلة من الأولين، إشارة إلى بداية الإسلام. طبعا كان الإسلام وصل لمرحلة فيها عزة وفيها قوة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لكن بعدين بنهاية الأمر سوف قد يتغير الأمور. وبالتالي وهي اللي أشار إليه الإمام علي عليه السلام عندما تحدث عن آخر الزمان، شو حكي عن آخر الزمان؟ قال لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام
فقليل من الآخر. ولا الإسلام إلا اسمه، يعني بيصير القابض على دينه مثل ما بينقال كالقابض على الجمر. مساجدهم عامرة من البناء ولكن خراب من الهدى. بتلاقي مساجد ما شاء الله من أحسن المساجد ومن أهم المساجد بناء، لكن فوت على المساجد ما في ناس، لا مثل ما كثير من المساجد التي في الآن نجد كثير مساجد ما بتعمر. إن شاء الله ما نوصل إلى هذه المرحلة، لكن بالنهاية سيصل البشرية إلى هذه المرحلة، وكما هو معروف يملأ الأرض بعدين قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، سوف يأتي من يملأ الأرض. ثم الله سبحانه وتعالى يقول حال هؤلاء لمن قاعدين في جنات النعيم، شو الجو اللي بيكون على سرر موضونة. السرر معروف تخت اللي الذي يجلس عليه المتنعمون عادة، سرير عادة، السرير بقول سرير الملك مثلا. موضونة عادة ككلمة موضونة هي من إشارة إلى نسج الدروع، موضون أمر الموضون هو النسيج اللي يحصل للدروع، وعادة هذا بيكون متقارب لأنه درع ما فيك تحط درع وتحط فيه فراغات وإلا بينفذ السيف منه أو السهم، فبده يكون كثير ده. هنا طبعا إشارة إلى الأسرة الموضونة، إلى الأسرة التي توضع إلى جنب بعضها البعض، أسرة إلى جنب بهذه الصورة. يطوف عليهم ولدان مخلدون. فإذا أسر قاعدين يعني الذين يتنعمون قاعدين سرر حد بعض يرتاحون على هذه الأماكن، وإلى جانب ذلك يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف طبعا إشارة إلى أنه مش بحاجة أن يروح يجيب أغراضهم وأكلهم وشربهم، في ناس يعني الله أمن لهؤلاء خدمة في الجنة، في ناس يخدمون في الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون. مخلدون طبعا إشارة إلى خلود شبابهم، إلى نشاطهم، إنه ما مش بيكبروا بيصيروا عزين بعد فترة، أو إلى خلود جمالهم الذي هم عليه، طراوتهم، يعني إشارة إلى هالمعاني التي هم عليها. من هم الولدان المخلدون؟ من هم الولدان المخلدون؟ طبعا هناك من قال أن الولدان هؤلاء هم الذين توفوا قبل البلوغ، لأن اللي توفى قبل البلوغ ما قام لا صلى، يمكن ما يكون صلى ما يكون صام، ممكن في ناس، لكن مبدئيا عادة مش مكلف، هو حتى لو قام مش مكلف. فهم الأبناء الذين توفوا قبل البلوغ، هؤلاء يعني لأنه ما تعبوا لا يصلوا، هم سيصلون للجنة لكن ما تعبوا فبصيروا يشتغلوا بالجنة. هذا رأي. في هناك من قال لا، أطفال المشركين، هو الأطفال المشركين ما أشركوا هن، وما ما في واحد، ما في الله سبحانه وتعالى يدخلهم بسبب آبائهم، كيف يدخلهم؟ ما أشركوهم، فبصيروا من هؤلاء يخدمون في الجنة. لأنه قالوا قالوا هذا الرأي، قالوا أولاد المؤمنين سوف يلحقون بآبائهم وأمهاتهم، ما بنقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني سوف يلتحقون به. في هناك الرأي الثالث اللي هو يمكن الأساس، هو هم خدموا الله، عامل خدم بالجنة، في خدم، في ناس يخدمون الناس في الجنة، ما لهم لا أبناء المؤمنين ولا أبناء المشركين. ثم الله سبحانه يطوف، شو بيطوفون عليهم؟ بأكواب وأباريق وكأس معين. أكواب هو القدح اللي ما له عروة، ما هذا القدح ليه؟ يعني اللي عادة نشرب فيه اللي ما له عروة. الأباريق هي اللي له أنبوب، يعني الإبريق معروف، الإبريق اللي نشرب فيه. الكأس إشارة إلى الإناء المملوء بالسائل بدرجة أنه ما متروك في مكان إلا وصل له السائل، يعني إشارة إلى كرم الله، يعني أنه في كرم، أنه عادة اللي مش كريم بيحط الكأس بنقصه شوي، مرات واحد بيضيف
لذلك في بعض البلدان مثلا بالعراق بيعتبروا انه اذا واحد حط كبايه الشاي وما ملاها كامله هذا بخيل، لازم يمليها كامله حتى تصير تفيض، هذا تعبير عن كرمه. فاذا هو تعبير عن الكرم الالهي الذي يحظى به هؤلاء. معين طبعا ماء واباريق وكاس معين، معين هو الماء الجاري اشاره. طبعا هذا فيها اشاره الى طبعا السائل، طبعا هو قد يكون خمر، يعني الخمر يحصل عليه الانسان في، لكن هذا الخمر اللي يحصل عليه الانسان في الجنه الله يقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني اشاره الى انه ما في صداع، لانه عاده الواحد اذا شرب الخمر قد تحدث من ورائه صداع، قد مرض ممكن يتسبب به، وقد يؤدي الى ذهاب العقل. ينزفون اشاره الى نزيف، نزيف هون مش نزيف، في نزيف الدم معروف، نزيف ذهاب، عاده نقول نزيف الدم يعني ذهاب الدم، هنا ذهاب العقل، يعني لا في عقل ولا لا في ذهاب للعقل، ولا في هناك كمان ايضا صداع او امراض تترتب مثل ما الخمر يؤدي، اكيد معرف امراض الكبد وعديد من الامراض تؤدي الى امراض اخرى. يعني الله عم يرغبنا نكون من هؤلاء، يعني الله عم يعطي تفصيلات لحتى الواحد شوي يهتم، لانه يعني هلا لو بالدنيا جاي واحد قايلنا هلا انه انتم سوف يكون تروح على مكان خدم، وهالمكان سوف يطوف عليكم ناس بيقدموا لكم هي ما بحاجة أنه تتعبوا في الحصول عليها، وتحصلون على لذة الخمر، وما بواحد بيسرع وفواكه. الله عمي إلنا هاي الجنة هيك فيها، وطبعا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أكثر بكثير مما نراه في الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، يعني ألوان الفاكهة، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هلا حور معروف، كلمة حور إشارة إلى العين التي فيها سواد، البؤبؤ فيها أسود والمحيط فيها بياض شفاف، عادة هي إشارة إلى الجمالية. حور عين إشارة إلى الأعين الواسعة، يعني العين واسعة، كمان هذا مظهر جمالي لما تكون العين، وجمال الإنسان طبعا في العين، لأنه عادة واحد العين تترك أثر على جمالية الإنسان. هلا البعض قال حور مش بهالمعنى، حور من الحيرة، يعني أنه هالنساء لجمالهن بصير واحد كأنه بيتحير، يعني عنده بصير حيرة، يعني عند رؤيتهن يعني كأنه واحد ما بيتمالك نفسه، يعني يتحير يقال من مدى جمالهن. وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ معروف هو اللي بيكون بقلب الصدف، مكنون مستور، لأنه اللؤلؤ لما بيكون بالصدف بيكون محافظ على شفافيته على جماليته. هلا لما يخرج بصير يتأثر بالهواء، بتأثر بالأيدي التي تلمسه، بتقل هاي الشفافية والجمالية والنصاعة الموجودة فيه. فإذا كان أو كأنهن اللؤلؤ المكنون إشارة إلى مستورات، يعني اللؤلؤ المكنون عادة مكنون لأن اللؤلؤ بقلب الصدف، يعني اللؤلؤ ومستور، يعني أنه ما بتظهر هيك بشكل عام، يعني خالصة لزوجها كأنه يقال. ثم الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، هذا نتيجة عملهم، يعني مش أهل الأمر هيك حصل نتيجة عمل، طبعا الله يعطي أكثر مما يعمل الإنسان. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني الجنة ما فيها إلا الخير، جو الجنة هو جو فيه ألفة، بعيد عن الكذب، بعيد عن الافتراء، بعيد عن الغيبة، ما في كل هالقضايا، اللغو بعيد عن اللغو، عن الأثم، إلا قيلا سلاما سلاما، يعني إلا يقال لهؤلاء سلاما سلاما. من الذي يقول؟ طبعا في رأي يقول الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلاما، يعني تحية.
في هناك من قال الملائكة، في هناك من قال أهل الجنة، وفي هناك من قال كل هؤلاء الله بسلم عليهم، الملائكة وكل وأيضا الناس. ثم بعد ذلك وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ كمان بعد المقربين أصحاب اليمين شو اللي بيحصلوا عليه؟ في سدر مخضود. كلمة السدر إشارة إلى هذا الشجر، السدر معروف، شجر معروف، وشجر معمر يصل إلى عادة عالي، إلى يصل إلى 40 متر كما يقال أحيانا، ويعمر طويلا، لكن مشكلتها في شوك. لذلك الله بيقول سدر مخضود، يعني ما في انه الله بيعطينا في يعيشون في ظل سدر. طيب اذا في شوك اكيد سوف يزعجهم، لكن الله ينزع عن هذا الشوك. وطلح منضود، طلح اشاره الى يعني شجر، الشجر اللي اوراقه له اوراق واسعه وفيه لطافة من ناحية اللون ومن ناحية الرائحة. يذكر أنه الموز، يعني في بعض فسره بالموز. على كل حال والموز يتميز بأوراق عريضة وكمان كل وجميلة. منضود متراكم، إشارة إلى إما لتراكم الأوراق أو لتراكم الفاكهة التي عليه تغطي الأوراق. وظل الممدود يعني ظل طويل، يعني عادة الظل إشارة إلى الوقت هيك المريح، إلى المكان المريح، لأن يعني المكان اللي فيه شمس مش مريح. يعني واحد ممكن يقعد بالشمس بس فترة بسيطة، والشمس إذا كانت يعني ما كانت شديدة الحرارة، بس يكون في ظل يعني في هواء في راحة. عادة الناس تأنس في الظل شيك عادة، يعني خاصة مع وجود الشمس بيروح الظل بيشعر واحد بالأنس. ظل الممدود يعني طويل، مش إنه ظل محدود الوقت. وطبعا الظل عادة اللي بيكون أجمل أوقات الظل هي بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. هذا يعني معناته ما في حر في الجنة، في ظل يعني ما في حر عادة. وماء مسكوب يعني يجري بمسكوب، يعني يجري بغير انقطاع، إشارة الشلالات إلى نوافير الماء اللي تكون تعمل جو. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، إنه مش من الفواكه مثل الدنيا، مثل بالدنيا فاكهة بتلاقيها بالشتاء بس ما بتلاقيها بالصيف، بتلاقيها بالربيع ما بتلاقيها بوقت تاني، لا هذه لا ما في وقت محدود لها في كل الأوقات. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إشارة إلى الفرش اللي هي مرفوعة. في هناك من فسر الفرش بالزوجات باعتبار والأزواج، الزوجات والأزواج يعني مرفوعة، يعني مرفوعة القدر، مرفوعة المكانة. ليش سميت بفرش؟ وهذا جاي من الحديث اللي بيقول الولد للفراش. شو الفراش؟ للزوج أو للزوجة، ولد للزوج والزوجة، يعني للزوجين في بيكون الولد، لأنه مرات بس يكون في خلاف حول الولد يقال الولد للزوجين، هلا مش لحدا ثالث غيرهم في إلا إذا ثبت بوسائل أخرى شيء ثاني. هذا المبدأ. وفرش مرفوعة. ثم الله سبحانه وتعالى يطلق يقول إنا أنشأناهن إنشاء، إشارة إلى إما الحور العين اللي في الجنة أو كمان للزوجات المؤمنات أو المؤمنات، مش بس الزوجات، يعني الله بيمنحهم خلق جديد وبصورة جميلة أجمل من الحور العين، يعني حتى كمان للإشارة. إذا طبعا هذا يقال في ذلك، هلا في بعضهم بيقول أساسا في الجنة ما في، يعني هل تزاوج ذكر وأنثى وهل الجو اللي بالدنيا هذا له علاقة بالدنيا بحاجات التناسل، طيب الآخرة ما في هذا الجو. على كل حال نحن الله نحن بالتعامل مع أمر الجنة وحتى أمر النار بالتقريب كله، يعني لأنه ما في مثال للجنة، يعني الله بيقرب لنا الصورة فقط وبيحببنا فيها. فإشارة إلى أنشأناهن، إشارة للحوريات إذا قلنا لا يعتريهن ضعف ولا عجز ولا كذا.
فجعلناهن أبكارا يعني يبقين أبكارا، عربا يعني المرأة اللي يحكي وضعها عن عفتها عن طهارتها يعني طاهرة، عربا أترابا يعني متماثلات في الجمال يعني في السن أو في الجمال أو في العمر، مثل الترائب، ما بيقولوا الترائب قفص الصدر لأنه متقارب الأعضاء العظام متقاربة، ولهذا هنا يقال لأصحاب اليمين تأكيد على اختصاصها لهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. خلصنا من أصحاب اليمين، ويبدأ بعدين حديث عن أصحاب الشمال إن شاء الله أتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نبتدأ بالأسئلة التي وردتنا. ما المقصود أن السيدة الزهراء صديقة شهيدة؟ هل يعني الشهيدة من الشهداء؟ لا، صديقة شهيدة هي من أولئك اللي أشار إليهم الله سبحانه وتعالى عندما تحدث ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، يعني الذين يشهدون على الناس، مش الشهداء اللي طبعا حتى الشهيد ويشهد بدمه على واقع الحال اللي كان فيه، وحسن أولئك رفيقا. أسمع أن الأرض، سؤال ثاني، أسمع أن الأرض من المطهرات، ما الذي تطهر الأرض وما هي الشروط؟ طبعا الأرض إذا بدنا نحكي عن الأرض هي اللي بتطهر، بنعرف بعدين شو بتطهر الأرض، هي التراب، هي الرمل، هي الحجر، حتى تشمل الأرض المفروشة بالزفت كمان، حتى هي يصدق عليها الأرض، حتى يصدق عليها الأماكن المسقوفة، البيوت يعني البيوت كمان حتى بالبيت. نعم طبعا لا تشمل البيوت مثل ما هلا بالبرة مثلا في البيوت من خشب، لا ما بتشمل، بدها تكون بيوت من بلاط من رخام مثل ما هي البيوت حتى لو كانت مسقوفة. الأرض ماذا تطهر؟ تطهر باطن القدم، يعني نحن ماشيين عادة، واحد ماشي بالبيت بتتنجس، بكرر المشي وما في عدد خطوات، بكرر المشي تطهر، باطن القدم أو باطن الحذاء، باطن القدم أو باطن الحذاء كمان يشمل هذا، أو الجو الكلسات، واحد ماشي لبس كلسات تنجسه وظلوا ماشي يطهر، طبعا النجاسة بتكون بتحصل من الأرض. شرطها أن تزول عين النجاسة، مش تبقى، لأنه في النجاسة بدها تزول يعني ما يبقى نجاسة، وطبعا يكفي جرم النجاسة مش ضروري اللون أو الرائحة، مش بإشكال هيدي. وطبعا النجاسة بتكون ناشئة من المشي مش من شيء تاني، من أنه خلال مشي الواحد حصل نجاسة ضلوا ماشي وراحت عين النجاسة تطهر باطن قدمه أو باطن حذاءه أو باطن كمان أو مثلاً الجورب أو الخف. فلذلك ما كتير ناس تتعقد من موضوع النجاء، من موضوع الأحذية، لما واحد فوت على البيت في ناس بيطهروا بيوتهم، الحذاء ما في مشكلة، الحذاء بيتنجس عادة من الطريق لأنه فوت تنجس، ما هو بالمشي بيطهر، حتى لو كان بالبيت بيطهر من خلال المشي. هل يشترط في التيمم أن يكون التراب طاهراً؟ نعم لابد أن يكون التراب طاهراً. إذا تعذر الإنسان الضرب بباطن كفيه كيف يتيمم؟ ما قدر يضرب بباطن كفيه، يضرب بظاهر كفيه يعني بظاهرهما، بيضرب على الأرض وبعدين بيمسح فيهما بالظاهر. هلا إذا واحد قادر والثاني مش قادر لأنه مثل مش قادر، فساعتها باللي قادر بيضرب بباطن الأرض وبالثاني بيضرب بالظاهر وبيمسح بنفس الطريقة على جبهته وجبينه. هل يجوز أن أصلي وأنا أحمل المصحف بيدي لقراءة السورة؟ نعم يجوز، ما في مشكلة، واحد فيه يقرأ، لكن هو الأفضل الاقتصار على الحفظ، ما في مشكلة بيحمل، في مثلا حاب يقرأ سورة الجمعة بس مش حافظها أو بيخاف يغلط فيها، في يحمل قرآن ويقرأها وبس يخلص بيشوف طريقة بيحطه على جنب وبيكمل صلاته، ما في أي مشكلة. الأفضل مثل ما قلنا أن واحد يعتمد على ذاكرته ويقرأ الصور اللي هو حافظها، هذا أفضل يعني، هذا من ناحية المبدأ.
ورد على حسابي مبلغ من المال، لا أعرف المرسل لهذا المبلغ. هي ظاهر عنده حساب بالبنك، طبعا يبدو مش من داخل لبنان، يعني هلا ما حدا هلا عنده حسابات قادر يحصل عليها. شو بيعمل؟ والبنك سأل البنك، البنك قال له ما عنده، بيعرف شو بيعمل، بده يتصدق ساعتها، بيتصدق عن صاحبه. إذا تأكد إنه المال لإله طبيعي لإله، بس إذا لنفترض عرف إنه هذا المال ليس له وما قدر يرجعه، سأل البنك ما في مجال، هو بوسائله كمان ما في إمكانية، لأن المرات بيصير فيها الخطأ بالإيصال الحسابات، لأنه بتفرق مرات على أرقام معينة، فساعتها بيتصدى. هلأ إذا كان هو محتاج في يأخذون كونه فقير. مش قال تعالى طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون؟ ما معنى طائركم؟ الطائر عند العرب يرمز إلى التشاؤم عادة، طائر هو يعني يشار إلى كان يتشاءمون من خلال طبعا سير الطير، إذا سار نحو الشمال يتشاءمون به. فقالوا له للنبي أنه تطيرنا بك، هتشاءمنا بوجودك. الله عم يقول لهم أنت التشاؤم موجود عندكم بسبب أعمالكم، هي اللي تؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى تداعيات قد تكون على حياتكم أو على المجتمع. هل صحيح أن الزواج هو سبب لزيادة الرزق بدون سعي؟ لا طبعا مش بدون سعي، طبعا سبب أحد الأسباب في الرزق، ولذلك أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأيضا في حديث من ترك التزوج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله. طبعا هو سبب، لكن مع السعي، مش أنه قاعد ببيته وروح يسعى، ومش سعي عادي، لابد أن يسعى بالطرق بالطرق اللي فعلا تؤدي إلى السعي، لأنه في بعض الناس بيسعى كيف ما كان. لا، بدك تسعى بالطرق الصحيحة وبالوسائل اللي من خلالها بتأمن، ستجد أن الباب يفتح لك، لأنه الله بيقول ومن يتق الله، وهذا باب للتقوى للزواج، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول البعض أن القرآن نزل ليخاطب الإنسان الذي كان يعيش قبل 1400 سنة، ولهذا ليس عنده القدرة على مخاطبة إنسان هذا العصر. لا، القرآن ما نزل يخاطب، سيتوجه إلى الإنسان، لكن هو خاطب كل الأزمنة، ولهذا ورد في الحديث أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. كل ما واحد تبحر في القرآن كل ما استفاد معاني إضافية. ثم كيف يعني القرآن مش صالح؟ يعني طيب القرآن يدعو إلى الصدق، القرآن يدعو إلى الأمانة، القرآن بيدعو إلى معاشرة الزوج زوجته بما هي طبعا تنتهي على مر العصور. يعني القرآن جاء ليعالج مشكلة الإنسان بعيدا. ما دخل الإسلام بالآليات اللي هي بتتطور عبر العصور؟ مشاكل الإنسان بعدها نفسها، مشاكل الإنسان الفساد، مشاكل الإنسان من الكذب، مشاكل الإنسان من الشرك، هاي مشاكل بعدها كانت وستستمر وستبقى، هي مشاكل. وكمان سبيل خلاص الإنسان من الصدق، من حسن العلاقة بالله، من كل هاي الأمور. فالدين ما جاء لي يحكي عن مرحلة، جاء لي يحاكي الإنسان كإنسان، وذلك القرآن قال لك الآليات الوسائل تتطور على مر الزمان، ما قال لك خليك على نفس الآليات بمعرفة الهلال، قال لك روح فيك بس يتطور العالم روح تطور معه. على مستوى السيارات ما قال لك والخيل والبغال، صحيح قال الخيل والبغال لأنه بذلك العصر ما في يحكي إلا ذلك، ولكن قال لك بعدين قال ومما لا يعلم، أنه في إمكانية لتطور الأمور. يعني ما المقصود يا من دل على ذاته بذاته؟ يعني إشارة إلى أنه الله ليس محتاجا لمن يدل عليه من الخارج، ما بحاجة، هو هيئ لنا، الله هو هيئ لنا سبل معرفته، مش بحاجة يجي حدا، نحن بنعرف الله من خلال الكون، من خلال لما نشوف هالكون بالنظام نعرف الله أنه فعلا منظم، لما نشوف هذا الكون بالجمال والله ما ممكن إلا أن يكون جميلا، نعرف الله سبحانه وتعالى بهالقوة التي نجدها في مظاهر الكون وفي خلقه، بنقول أكيد الله قوي فبنعرفه. أيضا نعرف وجوده من خلال
الوسائل اللي بين أيدينا. نحن نعرف الله من خلال هالكون، من خلال معرفتنا به، نعرف صفاته من خلال ذلك، ومن خلال نعرف وجوده من خلال ذلك، وحدانيته أيضا من خلال الكون، لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما الغاية من الحشب؟ ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. شو الفائدة من الحشر؟ هل فعلا في حساب؟ هلا في رأي بيقول إنه في حساب، في رأي إنه الحيوانات عندها مقدار من الذكاء، يعني لذلك الحيوانات قادر تطورها. أنت هلا الكلب، بتلاقي الكلب قادر واحد يطور له قدراته، يعني عنده إمكانات معينة عنده، وهكذا كل حيوان عنده إمكان، ولهذا يحاسب على القدر الذي عنده من الإمكانات. طبعا ليس قدرته كقدرة الإنسان، أو عنده إبداع كما إبداع الإنسان، لكن عنده قدرات معينة فبيحاسب. وذلك يقال يوم القيامة الله بيحاسب اللي هي نطحت الغنم، المعزة اللي نطح المعزة الثانية، وهكذا أنه بتحاسبه على كله. في رأي بيقول لا، أنه الحشر مش ضروري الله يحشرهم لحتى يحاسبهم، ربهم يحشرون، يمكن يجمعهم بعدين ينهيهم، يمكن يجمعهم لشيء معين حتى يفرجي قدرته، يمكن يعني احنا ما بين ان الله سبحانه وتعالى ثم الى ربهم يحشرون ليحاسبوا، ما عندنا مثل هذا الدليل. ما احسن شروح نهج البلاغه بحسب رايكم؟ طبعا في عده شروح موجوده لنهج البلاغه، في شرح ابن ابي الحديد اللي هو اهم الشروح اللي يعتبر عاده واغنى الشروح، في هناك شرح ل ابن ميثم البحراني، هذا كم من الشروح المهمة اللي بيركز على الجانب الأدبي والجانب اللغوي. في منهاج البراعة في ظلال نهج البلاغة، وفي كمان اللي هو كمان في شرح طبعا نهج البلاغة للشيخ محمد جواد مغنية، في شروح بسيط يعني لغوية وشوية موسعة مثل شرح الشيخ محمد عبده، كمان الشروح المهم، يعني في عدد عدة من الشروح. النصيب كلمة ترد في حياتنا قبل مثل الزواج والعمل، وهل يقصد بها رفع المسؤولية؟ يعني واحد انه هذا يعني بنقول نصيبه، يعني معناته انه ما عليه مسؤولية، ما هذا نصيبه، يعني هيك صارت الامور. لا يعني مش النصيب هو الامر الذي خارج عن إرادة الانسان، النصيب هو الامر اللي حصل للانسان بحسب الظروف اللي عايش فيها، بحسب هو خياراته، يعني نصيبه هو اختاره. يعني لما الواحد بيتزوج من إنسانة نصيبه، مش حدا جبره على الزواج، ما هو تزوج. هلا مرات الظروف تترك تأثيرها، ايه بس قادر هو واحد يتجاوز الظروف. يعني هلا في بعض الناس بيقول لك ما هو بيتزوج بده يتزوج من هالبيئة، ما هي البيئة هيك الناس، هيك الفتيات اللي فيها، او اذا الوحدة هيك الازواج اللي فيها، لكن قادر يتزوج البيئة، قادر يروح على بيئة تانية ويتزوج منها. يعني فالنصيب قد يكون ناشئ من اختيار الإنسان، وممكن يكون له علاقة بالظروف، أو له علاقة مرات بالنظام الكوني اللي بيتأثر. مثلا النصيب الواحد يكون لونه هلا أسمر، أو لونه أبيض، أو لون عينيه مثلا خضر أو زرق أو أو سود أو عسلي أو أي لون من الألوان. فنصيب يعني مرات بيتعلق بهالأمور. إنسان أراد التوبة هل يجب عليه غسل التوبة؟ يستحب، إذا بده يتوب الواحد يستحب الواحد أن يغتسل غسل التوبة بعدين يتوب إلى الله بعد أن يصلي ركعتين. كثير ما يحدث في أوساطنا مرض خطير وهو الغيبة، ما هي الطرق لمعالجة الغيبة؟ طبعا بتعالجها الواحد بأسبابها، بيعالجها بنفسه أسبابها. ليش واحد بيغتاب واحد؟ حتى يسقطه بالمجتمع، لأنه بيكرهه، لأنه بده يزيل هالأمر، يحب الناس، ليش بده يكره؟ إذا بده يكره هذا يكره عمله، يكره عمله، بس مش معناته يسقطه من المجتمع، يسعى أنه يصلح، هذا اللي لازم يسعى إليه. أو الحقد، بده يعالج الحقد الموجود في داخله، أو الخلافات مثلا مرات بتأدي إلى ذلك. ثم الأمر الآخر هو أنه يشوف واحد النتائج. الغيبة أمرها خطير، يعني الغيبة أشد من الزنا. بعدين واحد مرات بيغتاب حدا لحتى يضره، ما هو بيضر حاله،
لأنه لما بكتب أنا إنسان رح يأخذ من حسناتي، وإذا ما عندي حسنات رح يزيد سيئاته على سيئاتي. مين خسران ومين ربحان؟ الخاسر اللي اغتاب، واللي اغتوب واللي اغتيب هو اغتابه هذا الإنسان، هو اللي ربحان من وراء ذلك، لأنه بيربح بالموقع أساس. صحيح يمكن خسر شوية بالدنيا لكن بيربح بالآخرة. شخص من أقربائي لا يصلي، فهل صلة الرحم واجبة؟ طبعا واجبة، إلا إذا كانت مقاطعته بتخليه يرتدع عن تركه للصلاة. هل يجب على الولد الإنفاق على والديه وإخوانه وأخواته؟ لا، واجب على والديه إذا كانوا فقراء، أما إخوانه وأخواته لا، مش واجب. طبعا جيد واحد يحرص على ذلك، وهذا من أبرز معاني صلة الرحم. هل الوفاء بالوعد ليس واجبا؟ في حالتين، تارة واحد بيعد إنسان وبيكون مقرر من الأساس إنه ما يعمل، ما يوفي بهذا الوعد، هون بيكون عمل حرام، وهون واجب عليه أن يفي بهذا. مرات لا، بيكون واحد وعد إنسان لكن سائبت، اجت ظروف ومنعته إنه يروح يوفي، مثلا قال له والله بدي أروح لعندك باليوم الفلاني ومرض. طبعا هون بهالحالة بنقول مش واجب بهالحالة الوفاء، لأنه عنده ظرف معين، لكن لازم يخبره، لازم يوصل له بأي طريقة إذا قدر، وإذا ما قدر يقعد بيوضح له إياها بعدين. ما معنى كلمة الفاسق؟ الفاسق تطلق مرات على الكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، في مقابل المؤمن يعني كافر، ومرات تطلق على العاصي. ما حكم حضور الأعراس؟ ما في مشكلة ما دامت تشتمل على ضوابط شرعية. هذه إذا كان في جسد الميت جرح، هل يجوز تخييطه لأجل إيقاف النزيف؟ طبعا جيد أنه حتى نوقف النزيف، لأنه لازم ما يتنجس بدنه، فما في مشكلة. أحيانا أستيقظ متأخرا لوجود ما الحد الأدنى المسموح في السجدة؟ المهم يصح يقدر يسجد عليه الواحد. هل يمكن الورثة أن يغيروا وصية الميت؟ أكيد ما بصح، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. رجل اقترض مالا وعندما حل الأجل لم يكن لديه ما يسد دينه، فهل يأثم بذلك؟ طبعا فإن كان ذو عسرة فنظرته إلى مثال، لازم يمهل، لا يأثم إذا كان فعلا مش قادر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.